صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مررت على جدث الحسين بكربلاء، ففاض عليه من دموعي غزي، وما زلت أرثي وأبكي لشجوي، ويسعد عيني دمعها وزفي. والله مررت على قبر الحسين، مررت على قبر الحسين بكربلاء، ففاض عليه من دموعي غزيرها، وما زلت أرثي وأبكي لشجوه، ويسعد عيني دمعها وزفي. وبكيت ليلة جمعة، دير بالك تفاعل، صر صعب تعزي. إيه والله يا 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 وبكيت من بعد الحسين عصائبا، أحاط به من حواليه أقبايا. أتقر عيني بالحياة وأنتم تخافون في الدنيا، فأظلم نورها. سلام على أهل القبور بكربلاء، وقل لها من لي السلام يا زورها. سلام بعصال الليالي وبالضحى تؤدي نكباء الرياح، ومرها وما برح الزوايا يا زوار قبر، يفوح عليهم مسكوا وعبيرو. آه
وجل يا وجل يا حب حسين أخذ عقلي إيه والله حب حسين أخذ عقلي إيه إيه ونيران البعد قلبي وجن حور وعين مريدن وجل يا أريد زيارتك يا ابن الزكي والله أريد زيارتك يا ابن الزكي يا ليتنا عشدني عليها ما نتهمل العايا كل البكاء والنوح والحسرة على وويلا كل النوح والحسرة كل البكاء والنوح والحسرة على حباب قلبي أو تظهر بصبا دموعي أنا مجبور في حبه ولا شوف بطاعي يا ريت قبل ضلوع عين رضت ضلوعي وقبل خدت عفرت من ليل خدت أبكي على مصابة أبكي الصبح وماشية أبكي وشاعد على البكاء الزهر الزكي لا زال تنذر يا ضحايا الغاضرية يا حسين يا ابن يا عزيز يا قرة العين أنا وين اللي واشين بدمعته أنا وين اللي واشيني بدمعت على ابن الذي قطع ورقبته لعيني شان جبت اي والله انا الوالد المذبوح ابنها وطول الدهر ما فالحزنها انا الوالد المذبوح ابنها وطول الدهر ما في الحزن مصيبة ويشيب الطفل منها والله زينب حد الحاد بضعنا زينب حد الحاد بضعنا أنا الوالدة والقلب لفان وأدور عزبني وين ما كان والله أدور عزبني وين ما كان أولاه
يا ابن المات عطشان عطشان وظل ثلاثة أيام. شنو ظل ثلاثة أيام عرياك ولعبت عليه الخيل يا الله ولعبت عليه الخيل الميدان وانا دمع على ابو السجاد جي اروى يا ابني يا ابني يا عسين يا ابني يا من ريت ذبحك ذبحني والله اسعدني على ابني يا 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 تحيب حسين عمرة المؤمنين بكى عليه الأنبياء والأوصياء والكون كله المؤلف والمخالف بكاه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال علي عليه السلام دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله رأيت بين يديه تربة حمراء ويبكي قلت لا أبكى الله عينيك يا رسول الله بمكروه لماذا تبكي؟ قال يا علي الآن كان عندي جبرائيل فأخبرني أن ولدي الحسين يقتل على أرض يقال لها كربلاء وسيصير قبره في ذاك المكان وجاءني بهذا التراب من كربلاء قال لي هاي التربة يقتل عليها الحسين فأعطاها لأم سلمة وقال لها يا أم سلمة احتفظي بهذه التربة وقد وضعها لها رسول الله في قارورة قارورة علبة صغيرة غرشة صغيرة خلاها التراب بيها وغلقها أم سلمة هذا التراب ديري بالك عليه تعاهدي بعد 50 عام سنة 61 تمضي من سنة 61 10 أيام يوم 10 عاشوراء بعد الزوال انظري إليها لئن رأيتيها تحولت دما فاعلم بأن ولدي الحسين قتل وبقيت أم سلمة تحتفظ بهذه التربة إلى أن خرج الحسين وأخبرته أم سلمة بما قال رسول الله فالحسين قال أدري أنا بالخبر عندي أخبرني جدي وبقيت أم سلمة تحتفظ بهذه التربة إلى اليوم اللي قالها النبي طالعيها يوم عاشوراء
تقول صلى صلاة الظهر أو قبل ما أصلي شفتها على وضعها. تقول بعد ما صليت أجيت للتربة وإذ أراها تفور دما عبيضا، علمت أن الحسين قتل. يقول السيد بن طاووس فهنا بكت أم سلمة وصوتت. ينقل الرواية عن ابن عباس يقول ابن عباس أنا نايم ببيتي وإذا أسمع الصيحة في بيت أم سلمة فزعت، ما الخبر؟ قالت يا ابن عباس ألا قتل الحسين؟ يقول أنا كنت نايم بالطيف شفت النبي وبيد قارورة وبيها دم، وقلت له ما هذا الدم؟ قال هذا دم الحسين وأهل بيته وأصحابه، إنه صار صاحة أم سلمة وشايف القارورة. صار الخبر. يقول وخرجت أم سلمة من بيتها وهي تصيح أين الطالبيات، أين المعزيات، أين الهاشميات. وخرجت الأم من النساء وراها، وخرج الناس وأقبلت إلى المسجد ونصبت خيمة وأقامت عزاء الحسين. نعم، وأقامت عزاء الحسين وحنت وأنت على أبي حسين. هذا الإنسان اللي يعبر عن شعور. فما بقي شيء ما بقى الحسين وأقامت العزاء. أنا أخوائي يعجبني هذا الشعر اللي قرأت أبياته بالمقدمة. مررت على جدث الحسين بكربلاء، أنا عندي قصيدة أقول بها كل محبوب بالدنيا عند الفرق تطاقة، بس حسين ابو السجاد ما اقدر على فراقه. مررت على جنث الحسين بكربلاء ففاض عليه من دموع غزيرها. افطن الهاي ففاض عليه من دموع غزيرها. وشوية أحد البانة دموع بكيت. شون تبكي على الحسين؟ الله، ابقي المطهرة للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة أتت يوم لواحد يهمني. ابكي على الحسين بواشي الفاقدة حسين، لأن الحسين له حق الوالدية علينا. سلام الله. اللهم ارزقنا زيارته هنيئاً للزائرين. لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريح، إني بواد الطف أصبحت محرما أطوف ببيت والحسين ذبيحه، وتسألني عن زمزم هاك أدمعي أو الحجر الملثوم هذا. أكو عالم يسمونه السيد ابن ذهبة، عالم بس من الزهاد،
يقولون ما يوم من الأيام شافوا يمشي شايل راسه ومخلع بيت على متونه دائما مقبع ومشي مددي محدي. هذا العالم اجى لزيارة الحسين يقول لك مشى بين الحسين والعباس، هاي المنطقة أعظم مما بين الصفا والمروة. يقول لما مشى مستقيم عبايته على متونه قام يمشي يتبختر. الواد متعجب، وهذا السيد شجاع، هذا السيد المتواضع اللي يمشي الشكل مدنق، هذا يمشي يتبختر كأنه كاشخ يتمشى بحديقة. شنو يقول؟ وقف على ربوة وصاح: لا تنكروا عند الطواف تبختري وتمايلي ثملا بغير شرابي. ملتفت ايش يقول هذا؟ لا تنكروا عند الطواف تبختري وتمايلي ثملا بغير شرابي، كنت بالذكرى أهيم فكيف بي والآن بين منازل الأحباب. يعني أنا متونس لأني بين الحسين والعباس، أمشي في هذا المكان المقام اللي تتشرف الملائكة به، اللي الله ينظر برحمته هنيئا للي رزق زيارة الحسين ويمشي بين الحسين والعباس. المسافة بين الحسين والعباس بالضبط كالمسافة بين الصفا والمروة. صلوا على حسين. أكو عندنا كتاب اسمه سفينة البحار حرف الزاء، يتكلم عن زيارة الحسين. يقول: من زار الحسين وصلى عند رأسه ركعتين بالحمد والرحمن والحمد وتبارك وسلم، الله تعالى يرزقه ثواب 25 حجة متقبلة مع رسول الله. إذا تزور زيارة عادية وتروح مولانا صلي على رأس الحسين هالركعتين، حتى ذا ما حافظ سورة الرحمن بالقرآن، تبارك بالقرآن، ولو أنت قاعد ما يخل عند رأس الحسين، والدعاء يستجاب عند رأس الحسين. إذن هلموا لنبكي على الحسين. أنا حرق قلبي للعقيل زين لما طلعت حافية ذاك اليوم، تقول أنا جيت للعركة وندهت، أنا جيت للعركة وندهت، أوراع الأمر وتعذر أخته، والله مخضب بدمه وما عرفته. إيه والله ما عرفته، أمخضب بدمه وما عرف.
والله لعيني لعيني العمى ولا جان شفته شفته يا لقيت الشمر ثاني لقيت الشمر ثاني ركبته على صدر خي وحجر قبت اي على صدر خي وحاية اي حجر قبت بيت الدعاء يقول وصدره وصدر ما ينشال شيلا لأن الشيل من جانب يقعد ثاني الشيل هذا الجانب يقعد آخر لأن مثل ما يقول ذاك العرب له وسيقول والخيل الجلب برجليه الله أكبر تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها الخار الضراح الأعظم الأقدس العرش اللوح النجوم الشمس القمر كل كأنه واقع على الأرض حسين يا أبا عبد الله يقول زينب لما وقفت على الحسين رفعت شلوا من أجلاء قطعا وقالت اللهم تقبل منا هذا الأضحى تقول وصدره وصدره والله بيت الدعاء كلكم وياي وليلة الجمعة اللهم اكتبنا الليلة من زوار الحسين وصدره وصدره ما ينشال شيلا وصدره وصدره يا حسين مرض رضى ضلوعه وصدره والله يا حجاب كافورة وسدرة والله ومن غسل غريب الغاضري اي من غسل غريب الغاية يا ضري نسألك اللهم وندعوك يا الله اللهم شافي كل مريض بحق الحسين اللهم بلغنا آمالنا التي تحبها والتي لنا فيها ثواب وأجر أخواني القائمين بهذه الخدمة آي حسينيتا المحمد اللهم عمره واحفظ آل محمد ووفقهم وجزاهم الله خير الطيبين المؤمنين وجميع خدام الحسين وجميع الحسينيات المنصوبة على الحسين وقصد الحسين اللهم وفقهم جميعا اللهم شافي حج طاهر الوزان وشافي أحمد وشافي جميع المرضى وشافنا وعافنا وقت أبو علي اللهم شافي محمد ابن أبو حسن وسلموا لعلي وسأل الله تعالى يشافي ويعافي اللهم اكتب لنا العودة مرة أخرى إلى الحسينية وإلى المنبر بحق محمد وآل محمد وإلى روح أبو فهد وأبو محمود و
علي أبو حسين الله يطيل عافية أبو عبد الرضا علي محمد اللهم ارحمه برحمتك، وسيد الصالح الشخوص والأرواح المؤمنة والمحج درويش محمد العرادي ويعدنا أصدقاء وأحباب، ودي كلهم أذكرهم بس أنا أذكرهم صلاة الليل. حج هلال أنا عندي تقريبا 120 واحد، ذولا ألزمهم بالسبحة فلان 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 فلان، كلهم أدعو لهم اللهم ارحمهم جميعا. وإلى من مات على الإيمان الفاتحة قبل الصلوات ونافلة القول، نافلة القول الفاتحة إلى روح بيرجع حسن الشيخ عبد الرسول رحم الله والديكم، قروا الفاتحة.